أهلا ومرحبا بكم مجددا، عدنا لكم اليوم بهذا العود الجميل والمميز جدا. هذه تشكيلة من الأخشاب أول مرة نعرضها، وهي البتوك والسيسم. مواصفات العود الوجه من السيدر عندنا تتخلل الزخارف هذه في الشمسية والقمريات وفي إطار العود الجميلة جدا. الظهر زي ما ذكرنا من خشب البتوك والسيسم الروزوود بالإضافة للزند والبنجق. البنجق من الطرفين من السيسم، المفاتيح والمسطرة أبانوس درجة أولى. قياسات العود العرض 36 والعمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظمة 3.9. الأوتار عندنا من السالة دوزان دودو. نسمع العود نختبره مختلف مساحات صوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. اكتبونا رأيكم في التعليقات، بتهمنا دائما وأبدا. نبدأ بسم الله. Thank you.
بالتوفيق والقاكم على خير. إلى اللقاء.